رمضان كريم يا حبيبة. 18 8 1 9. هالعلم موجود يا أخوتي على مواقعنا كلنا، ولكن بدي أقرأ هالكلمات وتشوفوا. اليوم البارئ الغني المغني الحق. اليوم ببيوتنا، ببيوت الموحدين، ببيوت رمضان، هالنهار لأخوتنا المعافين أو المعاقين ما بيعرفوا يلفظوا مثلك هيك بالكلمات، بتبقى أشكالهم مشتركين معنا. تركون يحكوا. عم بتزيد كتير يا أخوتي أشكالنا تتغير بسبب جهلنا. هالولد يلي بنسميه معاق هو سفنجة، بس تكون الأم حامل بتبلش تاكل الأكل كله ملوث وهيك، وبتقعد على التلفزيون وبتحضر هالبرامج المسلسلات والقتل، بحس لأنه بخاف على أمه بصير يسحب هالطاقة هو، وبعدين مقصوله بطنه وبطنه هيك وبيسحبوه. عم بتزيد كتير نسبة 18%، هيدا خطر. فإذا برمضان قد ما فينا ما نحضر برامج ولا مسلسلات ولا نقرا هالكتب ولا نفتش على الفياجرا وعلى الزلوع والدلوع يعني. فإذا اليوم هالنهار خصوصي خصوصي مقصصين، ولكل هالولاد مين ما شفت على الطريق ما في يمشي، كبير صغير قد امك قد بيك قد اكبر، نفتح له الطريق ونقول له سمحنا 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 سمحيني سمحيني. نحن يلي عايشين برا بامريكا بالجامعات هون وهون، مثل هالنهار منروح البارئ المغني الغني الحق. انا بروح لعند ناس اضعف مني ماديا معنويا شو ما كان، وشو بقدر اعمل؟ اسمها صدقه حق بارئ مغني. بستغني عن اشياء كثيره ما بدي اياهم، وبقول لها انت امي بالروح، بسموها تكفل او تبني. انت بتتبنى بي، انا بتبنى تيتا وجده، بتبنى طفل، بتبنى يعني حبيب صغير وهيك، او بتتبنى تنظف للبيت او تروح على السوق تجيب الاغراض. كلهم معاقين اليوم لنا. هلا انا ماني معاقه يمكن جسديا، بس انا معاقه اكثر منهم نفسيا فكريا روحيا شو ما بدكم. من كم يوم كنت حامله طفل هيك بالاشرفيه عندنا ببيروت، اسمه اني، ثلاث اخوه. قلت له اني، هلا انا بقول له للدركه للبوليس يقطعني. فسر لي، لا تقولي يقطعني. قلت له شو بدي اقول له؟ قال لي قولي له مرقني. قطعني بقطعي، مرقني مرور الكرام، مرور النور، مرور النهر. يا حبيبي ضليت شي نص ساعه تفهمت شو قال. وبس وقفته للدركة وقلت له هيك هيك عم بيقول بكي الدركة، قال لي أنا عندي ولدين هيك. نسأل حالنا ليش عم بيزيدوا بسببنا. رحت أنا وياه على البيت بالخامس، أنا بس وصلنا على التالي، بأي طابق أنت؟ قلت له الخامس. قلت له إيه أنا ما بفهم، احترامي للحمار. قولي الثاني، لأنه قطعنا ثلاثة، ليش تقلتي لي خمسة؟ ليش؟ لأنه عايشين اللحظة، ما عنده تاريخ، ما عنده مستقبل، الآن هو الزمان والمكان عندهم. ما فيني أقول لكم شو بتعلم منهم، ما فيني أقول لكم شو عندهم أسرار بدك تطول بالك إذا ما عنده كلام تيحكي. احضروا فيلم، نعم، ماي ليفت فوت، ما بيتحرك شيء فيه الا اصبعين هون، رسم وكتب ما بيحكي بشيء ابدا. وبعدين لما اجت ملكه انجلترا تتفرج على لوحاته صار يشرع ويقول وقت كنت فقير ما جيت لعندي، هلا لانه اغتنيت وانشهرت جاي لعندي بهدله وبهدل الامير تشارلز. وتصير تسال انه شو عم بيقول؟ كلنا كذبنا، عم بيقول انه بحبك وهيك، ويبلش ما عندهم كذب، ما عندهم مساومة، ما عندهم مجاملات. حضروا فيلم كمان فلات لاينر، وعندنا شاب بمصر وأكثر كمان كتير مناطق ما بنعرفهم بسوريا، سلامات لك يا حبيبي، ما بيحرك إلا لسانه.
نايم كان منيح، وقع بالبركة بالصبيحة وانشل بلسانه. ركبوا له الشباب انترنت كمبيوتر وبيضحك بعيونه هيك وبيبتسم. شركة كبيرة بأمريكا بتشغله، ما بقدر لكم شو بتدفع. كل يوم شباب مثلكم بيروحوا هيدا بحمموا ما بيحس بشي. هلا عم بيعمل اكتشاف اختراع ما بعرف بعيونه، لا انت عد لسانه هلا بعيونه. بيحرك الانترنت الكمبيوتر. خلدون سنجاب يا حبيبي، الشباب بيجوا لعندك شنار ونعتز ومنفتخر فيك ومنسأل حالنا هيدا القدر نعم فيعلمنا، بس ليش أميتنا عم بتخلف كتير ولاد مشوهين؟ إذا عندك عدو ما بتريد لعدوك يكون. تتذكروا سليمان الحكيم وقت الاثنين نسوين اختلفوا، هيدا ابني، لا ابني، لا ابني، قال له احرقصوا شقفتين وانت بتاخدي شقفة وانت شقفة، اضخي لك اعطيها اياه، قال له هيدا ابنك. وين هالحكم؟ ليش وصلنا لهون؟ بسبب جهلنا يا اخوتي، بسبب جهلنا. الانسان عدو ما يجهل، وكل واحد منا ضحية الضحية. أنا أمي ربتني مثل ما أمها ربتها، ما بعتب على أمي وأمي بتعتب على أمي. خلص الإسلام يجب ما قبله. فإذا شو بنعمل؟ اليوم كلكن على راسنا وبنطلب من هالتلفزيون يعمل برنامج خصوصي وإني ورا الكاميرا وهن يعملوا برنامج. يا حبيب قلبي أنا وما بحبوا يكون في دراج، يكون عندنا استوديو لإلكم وانتم كلكم ورا الكاميرا وقدام الكاميرا والبرنامج وتعملوا حركات ساين لانجويج. وساعتها بنسأل حالنا شو هو الطعام يلي اليوم بدنا ننتبه وما ناكله والطعام اللي لازم ناكله. قال لو الجرجير تعرف قيمته خبيته تحت السرير. اليوم كلنا شباب وبنات وصغار وكبار بدنا ناكل طعمة المر. ترمس ضامي جرجير، نعم مثل ما بيقولوا بأمريكا. مين من مصر؟ قلت له أنا لا من العرب، بس رفعوا إيدهم اثنين ثلاثة. قال لهم بمصر كل الرجال والنساء كانت تتروى فول، وترجم كلمة فول إنه مش مجنون. مشان هيك بمصر ما لازم يكون في ولا هشاشة عظام ولا جنون ولا ناس معاق. هالعلم منين اجا؟ نعم من الفراعنه، بس نحن تفرعنا. فرعنك؟ قال له مين فرعنك يا فرعون؟ قال له هو. فاذا كل يوم قد ما فينا هيك الفطور والسحور قليل من الخضره، واذا بدك الصبح شويه فول او طعميه تكون مشويه. ما تقلوا يا اخوتي، انتبهوا. قديما ما كانوا يقلوا، ما كان في زيت تتقلي يعني، كان كله مشوي ومنشوي على الفحم الطبيعي. فإذا كل واحد منا يعرف اليوم يقروا أخوتنا وولادنا كله، نحن المعاقين لأنه ما بنفهمون وما بنقدر نحبهم ونقدرهم، حملوا عنا كل الأمراض. البارئ المغنس والغني استغنيت. وقت بتستغني عن هالدنيا يا حبيبي انت الغني، وقت بتستغني عن كل هالسياسه وكل هالاخبار وكل هاللي بيموت انت الغني. الحق يلي عنده حق يا اخوتي ما بده ورق، خلص بده يجي وقت تلاقي 100 دولار على الارض ما تلمها. من 40 سنه كان اجار بيتي 7 دولارات، هلا 12,000 دولار. فاذا بده يجي وقت ما له قيمة. لوين بدنا نروح؟ عالبرية عند البدو عند الحق. شو بناكل؟ بتشتت الدنيا وبيجي الربيع وبيطلع حشيش، ونحن والبقرة بناكل حشيش. هي عملت حليب وعملت لحمة، ونحن كمان بنعمل لحمة وبنعمل حليب. الكالسيوم بيجي من الحشيش مش من حليب البقرة. أصلا ما بقى في بقرة
انا بشكر هالاطباء اللي بلشت تحكي، كل البقر اللي عندهم امراض جلديه عم بيعطونا امراض جلديه، هيدا المرض الجلدي اللي عم بيبين، ولكن الحليب اللي عم نشتريه كله معلبات ومصنعات معمول من النفايات البترول. اتحداكم عدوا تقروا هلا مستشفى كبير جون هوبكنز وكليفلاند واوهايو وام دي اندرسون، انا اشتغلت فيهم هالمستشفيات، وقول لهم بس تصح من السرطان بدك تخليني احكي. مريم بيسكر المستشفى، خلي يسكر كل المستشفيات. مين اهم، الحبيب او الجيب؟ اذا الحبيب خلاص، نحن شريعه، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع. رجعوا راحوا لعند الامام علي، قال له جاي من هونيك لهون اربع كلمات بشيلك من كل بني الحجاز، مضغ 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 مضغ. بهالمضغ بيتحركوا 32 ضرس وسن وناب و32 فقره بظهرك، وبيتحرك كل جسمك وبتمشي في كل مسارات الحق والغني والمغني والباري. فاذا اليوم بدنا نسال يلي بهالنهار قال منلطف الاجواء، مرق واحد وشاف شجره غنيه كثير، امرأة شنقت حالها بشجرة، قال الفيلسوف يا ريت كل الأشجار بتحمل مثل هالثمار. الحق قالت له بلاك أنا بس موت بتكتب على قبري كلمة أنا بحبها كثير. قال له شو بدك اكتب لي؟ قالت له بدك تكتب في السماء راحة وسلام. قال له جوزة بل سأكتب كان في السماء راحة وسلام. ما هضمي بس فاتت المرأة على السلام على السما ما بقى في راحة وسلام. بهالنهار في طاقة قوية اسمها الانتويشن، هي الحدس، بتكبر كتير عند اخوتنا واولادنا هالمعافين. هي الحدس اكثر شيء عند المرأة، طاقة صعود. مثلا اجى رجال وقال لها لمرته كيف ربحتيها هي ورقة اليانصيب؟ قالت له بصرت بنومي 10 و5، جمعتهم 10 مع 5 22، خط ورقة 22. قال لها 10 و5 15. قالت له مين ربح؟ الربح يا أختي والحق منه بالعدد، هو عدة، هو عدة موجودة فينا عند المرأة بنوع خاص، عند الأطفال. الرجال 1 و1 2، هي 1 و1 1، 2 حق بدنا نجمعهم. مثل العتمة وقت اللي راحت لعند الله قالت له النور بتضل تطفيني، قال له نور شو عم تعملي بالعتمة؟ قالت له شو يعني عتمة؟ الأطفال هيك ما بيعرفوا الحقد وما بيعرفوا إنه أنا معاق. اشتغلت بمؤسسة وتعلمنا من غلطاتنا كثير فيها، ما كان فيها مراية، ما يشوفوا إلا بعضهم، ما حدا يشوف حاله كيف هو. وجربنا نفهم ليش هالإدارة قالت ما تحطوا مرايات، ما حدا يشوف كيف وجهه، كل واحد يتطلع بالتاني. مرة في واحد ما عنده عين، هون قدح هيك صار ينكزني جريمو جريمو تيتا تيتا. فشوف هيدا اللي اجا، ما فهمت انا شو عم بيقول، حط ايده بعينه، كنا نحن نمسك لهم ايديهم تما ما يمسكوا يشوفوا وين في شيء هيك غير شكل. حط ايده بعينه، شاف انه هو عنده قدح وهداك عنده قدح. جراما ما كان عندي الجواب العفوي تقوله، قلت له نحطوا مرايات وكلنا نشوف بعضنا. نعم مميزين كلنا، وحتى لو ما عنده عين وما عنده ايد وما عنده اجر وما عنده هيك وما عنده هيك ومنعيش معهم، وهن they are different غير شيء. بهالنهار بنقدم لكم هالشكر لإلكم، وبنطلب من كل التلفزيونات اللي بنقدر نمون عليكم بقلبنا وبعيوننا وشو ما بدكم وبالجيب كمان، يقدر يكون في برنامج مره بالاسبوع او انتم مثل ما بتشوفوا هن يقدموا هالبرنامج، وتشوفوا ساعتها كم مره بتقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله شكر. صحيح ما عندي سرمية بس هذا ما عنده اجرين، الحمد لله عم بقشع، الحمد لله عم بمشي، الحمد لله عم باكل، الحمد لله عم بشرب. فاذا وقت اللي بنشوفهم بزيد الحمد يا اخوتي، وقت اللي بزيد الحمد بتزيد هالطاقه، هالطاقه اللي فيك وفيي، طاقه الحق وطاقه النور وطاقه الغني وطاقه اللي بيستغني، كلهم هيدا البارئ. من هو؟ كيف بدك تبريني؟ من شو؟
يا حبيب قلبي انت، يا حبيب قلبي شو ما قلت لكم قليل، شو بدي احكي؟ هودي هن كاتبين لي اياهم. يا حبيبي تروث كانت بتوت، قال لي ما حدا في يعلم الحقيقه، ما حدا في يحط البراءه، نحن بنخلق فيها هالبراءه اليوم. بس شو بصير فينا؟ منشوهها. انوسنس. كل طفل خلق بريء. بدك تتعلم وتكون دكتور، لا مهندس، لا شركه تحمل شركه بيا، لا لازم تكون وزير، لازم تطلع الاول بالصف. يعني هودي كلهم ما بيفهموا، انا وحده بفهم. ملكه جمال لبنان، ملكه جمال العالم، كلهم هوديك بشعين. الاول بالركض، الاول بالرياضه فاذا هالمنافسه عم تقطع نفسي. شيلوا التنافس وشيلوا المنافسة ونتعرف على كرم ونعمة هالنفس، من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس الشفافة. وقت بتاكلوا حبة تمر اليوم، شوفوا هالشفافية بحبة هالتمر وموجودة بالبصلة. بهالشفافية كلنا نوصل من النفس الأمارة بالسوء الراضية المرضية حتى إلى الشفافية، ومن النفس إلى الذات، ومن الذات إلى الروح. سأل حالك كل يوم وين رايحة هالروح؟ بلا فيك تعرف. إذا سألوك عن روح من علم ربي، ربي بقلبي يا أخوتي. فوتوا بهالمفاتيح بدون ما تخافوا. صفر صفر صفر. إن خفتم من شيء فادخلوا فيه. علتنا بني العرب إنه عندنا جهل والإنسان عدو ما يجهل. فوتوا بكتاب العقل، اعقل وتوكل. كلنا، كل واحد منا السائل هو المسؤول. أنا اللي خلفت ابني أو بنتي بهالشكل، مش بس جوزي. اليوم إذا المرأة حامل، الزوج والأب والزوج والرفيق بيقول we are pregnant، نحن حاملين. وما منروح ومنفحص على المكانات ومنعمل كله، ما هو اللي بيشوهوا. حتى وقت اللي بتقطعوا بالمطار أو فتوا على سوبر ماركت، قبل ما توصلوا اقطعوا نفس. وما ترفعوا عيونكم، ما بتضايقكم. لكل داء دواء، ولكل سؤال حل، ولكل مشكله حل. كلنا على المواقع في كثير كتب تقروها، الوضوء الاصغر والوضوء الاكبر والتيمم. فاذا كلنا اليوم بدنا نقول نحن كلنا نور من نور، وكلنا عندنا البراءه والحكمه.